السلام عليكم. دلوقتي نشوف أداة لذيذة اسمها عن ال renumber element renumber. هقول مثلا إن أنا عايز أرقم مثلا الدور، وأقول له هبدأ مثلا برقم واحد وحرف الدي، وأقول له مثلا الدور دوت أهو طيب. هنا بقى هقول له انا عايز ارقم مثلا الروم، اول بس ما اعمل عليها كليك هو بيبدأ يغير الرقم بتاعها. تقدر تقول له انا عايز ابدأ ارقم مثلا من رقم 3، فيبدأ يرقم من الرقم اللي انت عايزه. عندك بقى حاجات كتيرة جدا تقدر ترقمها زي الضغط، البايب، الكيبل تري وهكذا.